تعرف لحضرتك؟ وليد جولة محمود، شغال في قناة السويس على كركة الصديق. شغال في القناة الجديدة يا فندم؟ شغالين في القناة الجديدة. من امتى يا استاذ وليد؟ احنا حضرتك كده من 1/9 بدأنا ادخل الكركات، 1/9 بعد ما الحفر على الجاش الناشف كان 1/8 خلص في شهر، ابتدينا احنا نخش من 1/9. من شعورك ايه وانت بتشارك في مشروع ضخم زي ده؟ طبعا ده حسيت بعزة وكرامة، احساس لا يعني، لان احنا ما حضرناش. حضرتك انا مواليدي اكبر من محضرش 73، وكنا نفسنا طبعا نحضر العبور الكريم دوت، وفخر كل المصريين، فربنا كرمنا ان احنا قدرنا نعبر العبور الثاني اللي هو حفر قناه السويس الجديده، وربنا يصلح الحال وتخلص في المده المحدده لها ان شاء الله. كنت تتوقع اللي انت شايفه دلوقتي قدامك؟ لا طبعا. في الوقت اللي حدده السيد رئيس الجمهوريه بعام؟ لا، انا شغال على كراكه وشغال رئيس تكريك وعارف وضع الشغل والوقت اللي بياخده الشغل والعوائق الكتير توقف الشغل. ما كنتش اصدق انه يخلص في ال5 سنين، مش في ال3 سنين اللي سياده الفريق قال عليهم. لكن سياده رئيس الجمهوريه قال وكلم سياده رئيس الهيئه قال له في سنه. حضرتك ده مجهود جبار ومجهود ضخم وكده بجد، يعني دي انا واحد من الناس بقول لازم تخش جنب عجائب الدنيا السبع قناة السويس الجديدة ديت. الناس اللي بتقدر وتشوف حجم الشغل والحجم الانتاج اللي اتعمل وحجم الحفر ده هيبقى من عجائب الدنيا السبع. رسالتك ايه للشعب المصري من هنا من قلب قناة السويس؟ بقول لهم كلكم ساندوا جيشكم وساندوا رئيسكم، وان شاء الله احنا باذن الله في تقدم ومش هنرجع لورا تاني باذن الله. وده دليل اللي احنا شايفين قدامنا ده، قناة السويس ديت كلها في حوالي 7 شهور كان نفسي الناس تيجي تشوف، كان المنطقه دي كلها جبال ودلوقتي اتحولت وبقت هي قناه، وان شاء الله في ميعادنا باذن الله في شهر 8 هتسلم اول مركب تعدي منها باذن الله. تقول ايه لسياده الفريق اولا بما انه الرئيس بقى الاعلى بتاع حضرتك؟ سياده الفريق اقول له ربنا يعينك، كان عندك قناه وكان الحمل كبير جدا، دلوقتي بقى عندك قناه مزدوجه والحمل بقى اكبر، بس سيادتك قدها ان شاء الله. واحنا متعودين من رجال القوات المسلحه، وسيادته كان قائد القوات البحريه، متعودين منهم طبعا ان هم وقت الشده بيظهروا، وان شاء الله ربنا معانا. رسالتك للسيد الرئيس؟ اقول له ربنا معاك ربنا معاك ربنا معاك، واقول له تحيا مصر تحيا مصر والشعب.